تحيه لمتابعي جريده الكترونيه صافي ناو، تحيه السيغرمات على الحضور ديالو. اذا اليوم هو الملتقى الاول العاب قوى لمجموعه مدارس اسباب الزهور. هذا الملتقى منظم من طرف جمعيه رياضيه مجموعه اسباب الزهور بشراكه مع نادي اولمبيك اسفي فرق العاب قوى. هو الهدف ديالو عنده جوج اهداف، هو الترقيب على المواهب واختيار العناصر التي ستمثل مؤسسه اشبال الزهور في البطوله الاقليميه لالعاب قوى ان شاء الله. اذا التظاهره هذه كان فيها عدد كبير من الممارسين احتفالا بالذكرى الوطنيه عيد مسيره وذكرى استقلال المجيد. اذا هو احتفال، هو ايضا يعني لحظه تاريخيه لعدد التلاميذ. اذا اول مره كيشاركوا في العاب قوى هذه المؤسسه الخصوصيه اللي تتبوأ الحمد لله المراتب المتميزه، بحيث حصل التلميذ ياسر زويتني على المرتبه الاولى في عدو الريفي المنظم من طرف الفرق الاقليمي للرياضه المدرسيه. اذا الحمد لله كان مشاركين الحمد لله، يعني وصل العدد الحمد لله 200 مشارك، وهذا عدد ليس بالسهل ان يكون عند رغبه ديال التلاميذ في ابراز مواهب ديال فريق العاب قوى اللي كان فيها اربعه ديال الانشطه: رياضه الرمي، رياضه الجري السريع، رياضه القفز الطولي، واخيرا ستكون مسافه 600 متر اينات و 800 متر ذكور ان شاء الله. استاذ مصطفى بوسدرا، مدير تعلمات مؤسسه اشبال الزهور الخصوصيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء المضفره وعيد الاستقلال المجيد، كما هي العاده دأبت مؤسسه اشبال الزهور الخصوصيه على ترسيخ الاحتفال بهاتين المناسبتين العزيزتين الغاليتين على المغاربه، بترسيخ الممارسه الرياضيه لدى الناشئه. هذه السنه ولله الحمد اختارينا اننا نديروا مسابقه باربعه ديال المكونات كاتر ديسيبلين. الحمد لله يعني كانت بمساعده ديال الخبراء في المجال، منها نرسخ هذه الممارسه هذه ثم نربي الوليدات على القيم الوطنيه، واكيد انها فرصه لاكتشاف بعض المواهب في العاب القوى لما لا. فمؤسسه الاشبال ولله الحمد يعني لها كامل الشرف انها تحتفل بهذه المناسبه، كما كانت فتره للتحسيس وتلقين القيم الوطنيه داخل الفصول الدراسيه، الان نلقنهم هذه القيم عن طريق الممارسه الرياضيه وتربيتهم على المنافسه الشريفه وعلى التاسي بالاخلاق الحميده، واكيد الاحتفال بالذكرى الغاليه على قلوب المغاربه كامله عيد الاستقلال وكذلك المسيره الخضراء.